التعليم طبعا منظومة المفروض انها لا تنفصل عن يعني منظومة التعليم لا تنفصل عن منظومة الصحة، منظومة مهمة جدا وآمنة، بس المشكلة اللي قدامنا دي يعني كفيلة انها تخلينا في خطر ونوصل لأخطر من اللي احنا فيه برضو دلوقتي. الصور اللي هتعرض قدام حضراتكم دلوقتي هتبقى دي المدرسة في كفر الشيخ مركز اللين قرية المنشية الكبرى، محول كهرباء ضغط عالي وعمود مدرج ضغط عالي في وسط مجمع مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، ورغم كل المعاينات اللي اثبتت خطورته على الاطفال لكن مع الاسف برضه ما زال الخطر يعني ما زال الخطر موجود. بس خلونا نسمع من الاستاذ سيد يعني ايه سبب المشكله دي ولمصلحه مين. استاذ سيد تحياتي لحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك استاذ سيد. اهلا يا فندم بحضرتك. ممكن تفاصيل اكتر عن الصور اللي بتعرض قدامنا دي يا فندم؟ نعم يا فندم. تفاصيل اكتر عن الصور يعني قصه المدرسه ومحول الكهرباء، الصور اللي حضرتك بعتها لنا اتفضل. يا فندم المحول ده محول ضغط عالي وجنب منه البرج، يعني العمل صعب جدا، يعني فيه ده خاص بمكن الصحيح بتاع مواطن، يعني اي مواطن يعمل مشروع او يعمل مصلحه يضر اكتر من 5000 طالب. يا فندم المدارس دي ابتدائي اعدادي ثانوي بتعمل عمل فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، فتره الصباحيه والمسائيه ما بتدخلش الا لما الصباحيه تطلع، اكتر من 2000 طالب تحت المحول. استغاث بالساده المسؤولين في محافظه كفر الشيخ باكملها. اي تربيه وتعليم. طب انا يعني المركز المدينه، مجلس المدينه، المحافظه، الامن الصناعي، الامن والسلامه، في ايه مش عارف ايه الموضوع، في سر. طب انا طب استاذ سيد يعني المحول ده هل بيخص الدوله ولا بيخص يعني حد ملكيه خاصه ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. ملكيه خاصه يا فندم، تابع ماكينه الطحين، بتبعد عن المحول ده بحوالي 2 كيلو. طيب كيلو ونص. طب المسؤولين برضو عارفين؟ المحافظ عارف؟ السيد وكيل وزاره الكهرباء تفضل مشكورا ونزل وتم المعاينه وجاب صاحب المكنه وقال له انت كده خطوره على الاطفال، هنجيب كشك انت تدخل في الكشك تاخد صورتين من الكشك، صاحب الماكينه عشان مسنود وليه جرايب وليه معارف في كل حته، يعني ايه معارف؟ يعني ايه مسنود فوق القانون يعني يا استاذ سيد؟ لمصلحه مين يعني؟ قوته ايه على الارض يعني؟ مش فاهم. طب اكتر من شهرين سيادتك، اكتر من شهرين سيادتك دلوقتي في معاينات جات وبتثبت مدى الخطوره بالاوراق وكله بالمستندات. في شهرين ما فيش ما انقطعش عنه التيار الكهربائي، يعني احنا اكتر من 5000 طالب يموت عشان واحد يعمل مشروع يرضي مين في البلد؟ انا بناشد الساده المسؤولين وبناشد السيد المحافظ. طب ليه ما بيعملوش كابل ارض يا استاذ؟ الوزير السيد المحافظ بعد اذن حضرتك مكتب خدمات اللي هو في المحافظه، انا لما اروح ابلغ عنه او بروح ادخل عشان اخش بشكوى للسيد المحافظ خدمه المواطنين بيحجزني بتاع 15 20 يوم، انا ما ببلغش، انا مش رايح اطلب مساعده ولا رايح اطلب وظيفه. المفروض دي مشكله فساد، دي امن. أمن وطن، أمن بلد. يرضي مين ده؟ يعني أنا عرفت السادة المسؤولين بالخطورة ولحد دلوقتي أكتر من شهرين، وعلى فكرة كل ما تيجي معاينة تنزل وتكلم صاحب المكنة يقول لو هيفضل 100 سنة ما حدش هيقدر يحركه من مكانه. طيب استاذ سيد احنا يعني احنا اتصلنا باللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ وهو عنده التزام رئاسي، بس هو وعدنا ان شاء الله ان هو هيبعت لجنه للمدرسه دي وان شاء الله هيكون في تحرك سريع، واحنا هنفضل متابعين في المشكله دي. ما فيش حد يا جماعه اسمه فوق القانون، احنا دوله قانون وما فيش حد اسمه صاحب الاطفال اللي ما لهمش ذنب ولا يعرفوا يعني ايه طيارة عالي. الاطفال بتقعد قصاد بعضها يقولوا ايه رايك نطلع على العمود ده، طب مين اللي يعرف يطلع حني يرضي مين؟ لا هو طبعا لا هو طبعا يا استاذ سيد المنظر واضح، يعني 5000 طالب وبتقولي مدرسه صباحيه ومدرسه مسائيه اكيد يعني بيتصادموا في بعض، يعني لا المنظر غير حضاري ومضر، يعني هيتحركوا امتى؟ بعد ما الازمه العمود يقع فوق الطلبه يعني ولا ايه؟ بس ان شاء الله هننتظر رد سياده المحافظ واللجنه اللي وعدنا ان شاء الله ان هو هيعملها. بنشكر الاستاذ سيد الـ يعني الشجاع اللي بعت لنا الصور دي.